طيب وانت في السودان لعبت في النادي التحرير، التحرير درجه اولى. درجه ممتازه، اولى ممتاز، وبدا اسمك يتردد. ما رحتش المنتخب في السودان؟ ها، وقتها لما انا بقى لمعت في السودان، في السودان وقتها لعبت مباراه مهمه شهيره جدا هي اللي جابتني مصر. مباراه ايه؟ نادي التحرير ضد نادي الهلال في السودان. في السودان، وحرست هدف يسموه هدف توتو كوره. توتو كوره دي كان عندنا مراهنات في السودان زمان. ايوه. بس انك انت لو حطيت مثلا فريق الاهلي والزمالك ضد مثلا فريق مثلا اي فرقتين تاني، حطيت الاهلي في الاول والزمالك في الاول، انا التحرير كان فرقتي مش محطوط كانه انه هيكسب ابدا خالص. فده اللي حصل، ان انا لما جبت الهدف، اشهر هدف جبته في حياتي ده تقريبا، لانه يعني كان الناس كلها بتاخد انه في المراهنات انه انا التحرير ده لو كسب عمر المراهنات دي مش هتحقق اي، يعني بوظت المراهنات، بوظتها خالص. بس اتلغت بعدها يا كابتن مصطفى طبعا. لا والله، ممنوعه طبعا. فبعد كده بقى اللي خلاني اجي انه واحد من لازم نذكر اسمهم، اسمه سورين اسكندريان، ده صحفي، صحفي كبير. طبعا صحفي ده سورين ده كان اهلاوي، اهلاوي هلالاب، اهلاوي هلالابي هلالاوي ليه؟ كان بيجي النادي الاهلي يتفرج على الكابتن صالح سليم، وكان يجي يتفرج على النادي الاهلي، ويقابل عبد المنعم الشناوي. لا، اسمه مش عبد المنعم الشناوي، اسمه عبد الرحيم الشناوي. ده مين عبد الرحيم الشناوي؟ ابو احمد الشناوي. ابو احمد الشناوي كان بيلعب حارس مرمى نادي الترسانه. صديق الروح بالروح. معاهم كمان مين صديقهم الثاني؟ عبد البقال. الثلاثه دول هم اللي جابوني مصريين. لما لعبت وتعرفت في السودان، فكرتك، فكر اللي دار في دماغك ايه لما قالوا لك احنا، مين اللي قالك انت عاوزين نوديك النادي الاهلي؟ سورين اسكندريان. سورين ده بقول لك هو الوحيد اللي قال لي، لما لقاني يعني انا تميزت بهذه الصوره، برغم انه عارف ان جسمي قليل والنادي الاهلي ده عايز حاجه بقى ضخمه زي امين زكي. ادي عبد البقاله والله يرحمه. الله يرحمك عبد البقاله. يا ريت كان تجيب السيجار بتاعه ده. الزنوبيا ده الصغير. الزنوبيا بتاعه. كان لازم يقابلك السيجار. المهم هو قابلني طبعا ودخلني بقى عنده في البيت. لا ما لسه، بس من انت عايز ترجع مره تاني؟ هرجع مره تاني بس وانت في السودان، وقالوا لك انت هتروح النادي الاهلي. جه استاذ سورين اسكندريه قال لك هتروح النادي الاهلي. انت ما اعتبرتهاش مجازفه او مغامره او باي حاجه؟ هروح مصر، انت بتقول لي انت كنت جاي مصر عشان تدرس. ايوه. هل انت استغليت وجودك في مصر ودرست، وكان اهتمامك بالدراسه غير اهتمامك بالكوره؟ انا بصراحه لما قال لي انا هوديك الاهلي عشان تلعب في الاهلي وتدرس، دماغي كانت في تدرس. دي في تدرس اروح الاهلي بقى، لعبت ما لعبتش، عايز اكمل دراستي في مصر. نعم. لكن ما توقعتش في لحظه من اللحظات ان كره القدم كانت هتبقى هي يعني اساس حياتي في مصر لما جيت. نعم. وكنت عارف كويس قوي الصعوبات اللي هلاقيها، ان هلعب في نادي كبير وانا جاي من نادي صغير، خصوصا كمان انا ولا كان في وكيل لاعبين ولا مش في حاجه خالص مني. ولا حد بقى دفع فلوس لنادي التحرير، ولا حد يقدم اي حاجه، بحيث ان انا احس ان انا جاي برضو ايه، بنتقل انتقال لاعب معروف لنادي تاني. الحته دي يا كابتن مصطفى مهمه جدا. ليه؟ لان انا جيت هنا كان في تحدي خاص بيني وبين نفسي، ان انا لما لقيت نفسي وسطكم، انا طبعا انا فاكر كويس قوي انا دي. لا لسه ما تبقاش الاحداث، انا بس بقول بالترتيب كده. انت جيت مصر، ما خفتش من القرار ده وانت بتركب الطياره وجاي على مصر؟ كان طبعا دماغي كان مشوشه يعني بشكل كبير جدا. ويعني انا سافرت 3 سفريات في حياتي قبل ما اجي هنا. سافرت تنزانيا لعبت فيها بطوله افريقيا للجامعات اللي انا قلت لك كسبناها دي. وسافرت قبل كده سفريه تقريبا، رحت برضو غرب السودان في حته كده اسمها جبل مره، يعني جبال كده بنروح نزورها. دي تالت مره اركب طياره. فلما جيت هنا انا كان دماغي كلها مشوشه، ازاي ان انا هلعب في النادي الاهلي. لما ركبت الطياره واول وهله جات لك وانت نازل من الطياره، ايه اللي فكرت فيه؟ مش لاقي حد يقابلني، وقلت ده انا خلاص انا تايه ومش هلعب. كان انتفقوا معاك النادي الاهلي، اصل انت خلاص جاي على النادي الاهلي مش كده؟ الاستاذ سورين اسكندريان كلم احمد، كلم عبد الرحيم الشناوي. وعبد الرحيم الشناوي كلم مين؟ كلم عم عبد البقال. عم عبد البقال. عم عبد البقال جوه بس ما عرفنيش. ما انا ما بيني وبينك ما